برضو الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب بالأمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال إن المجتمع الدولي يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يهدف لصون كرامة كل شخص وحقه في حياة كريمة ينعم فيها بحقوقه بمفهومها الشامل، وهو ما تحرص مصر على تحقيقه بإعلاء شأن الحقوق الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والخدمية للمواطنين، الأمر الذي انعكس في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي سعدت بإطلاقها ومتابعة تفعيلها، والتي تعتبر مسارا عمليا لتعزيز تمتع الشعب المصري العظيم بحقوقه، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة تلبية لطموحات وتطلعات الأجيال الحالية والقادمة، ودعما لجهود الدولة التي تجاهد لتغيير واقعها وبناء مستقبل أفضل في إطار محيط إقليمي شديد الاضطراب ومتخم بالتحديات. عايز أتكلم على حقوق الإنسان. الرئيس لما دايما بيتكلم على حقوق الإنسان، يمكن خليني أقول لك في فترة ما من بعد 2011 الغرب كان بيحصر حقوق الإنسان في زاوية ضيقة جدا وبيغفل أشياء كثيرة، والرئيس دايما بيتكلم على حقوق الإنسان إنه أنا بتكلم على تعليم، على صحة، على مسكن، على بيئة، على حياة. وأعتقد إنه لما الرئيس بيدي مثل بحياة كريمة ده أكبر داعم أو أكبر صورة تظهر مدى اهتمام مصر بحقوق الإنسان. حضرتك ذكرتي مجموعة من النقاط مهمة جدا، وده موضوع طويل ويستحق فعلا ان احنا نتوقف عنده. لما نيجي ننظر لحقوق الانسان في الاصل ايه؟ اعلان حقوق الانسان سنه 48، وما ورد في حقوق الانسان في هذا الاعلان هو اللي مصر بتطبقه حاليا. يعني كانت الرؤيه ضيقه جدا او النظره ضيقه بالنسبه لحقوق الانسان، وفي ناس كانت بتتربص في مصر، وفي بعض الدول واجهزه ومنظمات عم تتربص في مصر، لان كانت بتنظر الى حقوق الانسان من زاويه ضيقه جدا زي ما حضرتك ذكرتي. وهي نظره ايه؟ الناحيه السياسيه او التعبير عن الراي او حق التظاهر فقط، بيركزوا على هذا الجانب. ولكن حقوق الانسان ليست كده، حقه في الحياه. حتى في الاعلان الرسمي للامم المتحده حول حقوق الانسان كان الهدف منه ايه؟ هدف منه الارتقاء بحياة الإنسان، هدف منه صون كرامة الإنسان، يعني تغيير حياة الإنسان إلى الأفضل، حمايته، حقه في الحياة. ده اللي بيحصل حاليا في تطبيق حقوق الإنسان، الأمان، أمان الإنسان طبعا. دي نقطة أساسية. ففي الحقيقة لو نظرت لكل ما يجري على أرض مصر هتجد كله في الآخر يصب في خدمة حقوق الإنسان. يعني حضرتك ذكرتي موضوع حياة كريمة. أنا بعتبر حياة كريمة من أعظم مشروعات القرن في مجال حقوق الإنسان. صحيح. لأنه هنا بيستهدف أكتر من 60 مليون مواطن مصري، إنك بترتقي بمستوى معيشتهم، بترتقي بحياتهم في الصرف الصحي، في التعليم، في كل شيء أنت بتوفري له الحياة الكريمة. فأنا بعتبر هذا المشروع هو فعلا المشروع الأعظم في هذا القرن، مشروع الحياة الكريمة. هينتقل بحياة الريف والقرى لحياة أفضل كثيرا من الماضي. أيضا ما نراه في التعليم، النهضة التعليمية اللي بتحصل والارتقاء بمستوى التعليم ده بيصب في حقوق الإنسان. لما تيجي مثلا نقضي على فيروس سي بمنظومة صحية رائعة أشاد بها العالم كله، اللي عانيها العالم كله كان بيعاني من سنوات لهذا المرض، ده كله مش بيصب في حقوق الانسان؟ حقيقي ده حق اصيل من حقوق الانسان. لما بنيجي نوفر اقامه المشروعات الجديده او المشروعات الاستثماريه او انشاء مصانع وشركات بتوفر فرص، ملايين من فرص العالم العمل للشباب والعاملين المصريين، اليس هذا حق من حقوق الانسان؟ حريه التنقل،
النهارده متاح لاي انسان ان ينتقل من مكان الى اخر بلا رقابه بلا تحفظ بحريه تامه بينتقل. رفع حاله الطوارئ. رفع حاله الطوارئ ده دي شيء اساسي حق اصيل من حقوق الانسان. صحيح. ففي الحقيقه احنا بنتعامل مع حقوق الانسان كحق طبيعي للانسان لكن بالمفهوم الواسع اللي معنى حقوق الانسان مش بالمفهوم الضيق. لكن للاسف الشديد دائما قوى الشر اللي بتتربص في مصر بتركز على النقاط صغيره ورغم هذا مصر صححت موقفها في هذه النقاط واصبحنا في حريه كامله من ناحيه العمل، حريه التنقل، الحفاظ على وقوف حتى امام المحاكم المواطن بيقف قدام قاضيه الطبيعي وشفنا الغاء حتى حاله الطوارئ اللي كانت بتتطلب محاكم طوارئ. ففي الحقيقه او محاكم امن دوله. فانا بعتقد ان احنا حققنا طفره كبيره جدا في مجال حقوق الانسان. ولو حضرتك تتذكر لما الرئيس اطلق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان عفوا كانت الامم المتحده والعديد من المنظمات الدوليه اشادت بهذه الاستراتيجيه لانه كان لو تتذكر الاحتفاليه كان فيها عرض لما تم على ارض الواقع من اجل حقوق الانسان. كل ما يجري حاليا من اصلاحات اقتصاديه يعني هقول لك حاجه هو لما مصر تنجح في اصلاح المسار الاقتصادي نعم ما هو في الاخر بيصب في خدمه الانسان المصري. لما مصر تنجح وبكفاءه في مكافحه وباء كورونا ده مش حق من حقوق الانسان. انت النهارده حققتي نجاح في المكافحه افضل من دول بعض الدول المتقدمه مع عدم الاغلاق عشان حق الانسان في الحياه. بالظبط كده. وده اللي بيحصل دلوقتي بره ان هم بيطالبوا انه ما يبقاش في اغلاق تاني وظهرات طالعه. في بعض الدول الاوروبيه نعم نعم قفلت حدودها تاني مره اخرى. نعم. ويمكن اصبح في العديد من دول اوروبا الناس بتمارس شغلها من بيوتها. يعني بعض الدول قعدت القيود مرة أخرى لمكافحة كورونا لكن مصر الحمد لله عادت الحياة تدريجيا وعادت بشكل طبيعي. وانت النهاردة كل إنسان بيشعر حريته في التحرك لكن في نفس الوقت الدولة بتشدد في إجراءاتها بتناشد المواطنين في الاستمرار باتخاذ إجراءاتها الوقائية والاحترازية عشان نعبر إلى بر الأمان. والحمد لله مصر نجحت إلى حد كبير فيها في هذا المجال. برضو